يا هشام، يعني برحب بيك مرة تانية من محافظة أسيوط، وبالفعل احنا مستمرين في تغطية ثاني أيام الانتخابات الرئاسية لعام 2018، يعني واحنا موجودين دلوقتي في مدرسة إسماعيل أباني، اللجنة اللي احنا بنتابعها منذ الصباح. يعني في مشهد جميل جدا، لقينا في سيدة كبيرة في السن، ويعني هي جاية هشام زي ما انت شايف معايا على كرسي متحرك، وعندها إرادة وعزيمة كبيرة جدا ان هي تدلي بصوتها في العملية الانتخابية. هي معانا دلوقتي على الهواء مباشرة، هنتعرف عليها. يعني يا حاجة برحب بيكي في البداية، وعايزك تعرفيني باسمك وعندك كام سنة، وايه اللي خلاكي تصري انك تيجي رغم تعبك تدلي بصوتك في العملية الانتخابية؟ السيسي والضباط والديش يخليه ويبارك فيه ويستر عليه ويدي يا رب السيسي ده، يا رب يديه من واسع كتير ويكفي شر العدوين. بس يا حاجه احنا عايزين نتكلم على الانتخابات، انت قولي لي عندك كام سنه واسمك ايه؟ السيسي حبيبي، السيسي حبيبي، السيسي. يا حاجه ايه اللي خلاكي تنزلي تشاركي؟ ايه اللي خلاكي تنزلي تشاركي قولي لي؟ احب السيسي واحب ماشي. ايه اللي خلاكي، ايوه انا عايز اتكلم على المشاركه، ايه اللي خلاكي تشاركي؟ مش عايزين اسماء مرشحين عشان يحترم الصمت الانتخابي، عايزك تقولي لي ايه اللي خلاكي تشارك يا حاجه؟ عشان بلدنا، عشان بلدنا وعشان ناسنا واهلنا، عشان العدوين يتضربوا في بطونهم، عشان العدوين اللي هم عايزين ينصفونا وعايزين يموتونا وعايزين يهلكون، الاخوان الاخوان والناس الوحشه والفرنسيين والشغل ده اللي هم هيقول عليهم الامريكان وهم. لما جيتي اللجنه هنا لقيتي كل حاجه ماشيه بشكل كويس ولا كان في اي مشاكل؟ لا يا ولد، كلكم ملاح وحالاتكم، كلكم تحيا مصر، تحيا مصر وتعيش مصر واهل مصر وداش مصر وشرطه مصر وكلها وبلد مصر وكله، ويحمي مصر وكل حاجه، وكل حاجه في مصر تتحمي، وباذن الله ربنا ازمه وهتعدي ان شاء الله. اشكرك يا حاجه، اشكرك يا حاجه. يعني هشام زي ما شفنا كانت سيده كبيره في السن، ورغم تعبها لكن هي اصرت ان هي تنزل وتشارك وتدلي بصوتها في العمليه الانتخابيه. ده كان لقائنا مع احدى السيدات اللي بيشاركوا في العمليه الانتخابيه في محافظه اسيوط، وبرجع لك يا هشام مره ثانيه في الاستوديو. شكرا جزيلا زميلنا محمد عصام من اسيوط، الف شكر لوجودك معانا. والله حاجة احنا عندنا صمت انتخابي بس الواحد ما يقدرش، ده مش اختراق للصمت الناس دي، لا ده الناس دي مش فطرة وببساطة يعني محدش يقدر يتكلم فيها يعني. صحيح. طيب، ظاهرة حميدة جدا يا استاذ علي ان احنا بنلاقي كبار السن كمان من زاوية الإعاقة مثلا، في ناس ظروفها الصحية غير مناسبة ان هو بينزل، بس بينزل الحقيقة، ودي الظاهرة دي شايفينها من امبارح ورصدناها بشكل كبير، حتى السوشيال ميديا كله بيتكلم على هذه النوعية من الناخبين. يعني الحقيقة